بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا نشكركم جزيل الشكر لان كل عام بحمد الله المنظمه الصحفيه تكتب وتكون حاضره اكثر. انا كنحسب تقريبا غير ميكروفون اللي قدامي كنلقى كل كناخذ تصاور كنلقى من ثلاثه لست اربعه ان شاء الله. الله يعطيكم. اولا نشكركم على الحضور ديالكم رغم ان عارف بان كاينين عده تظاهرات اليوم وخليتوها وجيتو باش تشجعوها وتكون دائما الى جانبنا وهذا تفرحني انا. انتم حضرتوا المؤتمر، احنا بغينا باش نلونسيو الفكره ديال ليله نجوم الشاشه في الدوره التاسعه ديالها، واللي هذا العام تتهتم بالرواد اكثر لان غادي تكون درع الرائد. ايوا فاش غيتعطى غير درع عادي، غيتعطى درع الرائد اللي كانوا حتى هما نجوم ديال الشاشه واحد الوقت، وهذا هو التغيير اللي غادي يكون. وهذا الحفل غادي يكون ان شاء الله يوم 23 في ابريل بقاعه بارادايس، واللي غادي يحضروا فيه نجوم مغاربه معروفين اسماء، واللي غادي نحتفيوا به بالرائد المغربي. اول كلمه سي باسي سعيد مختلف هو هي انك قلتي بعدم انك نشوف هذه المنامر كامله معايا الا ان الدعم ديالهم باقي معايا مالكري زعما قلتي تطاري مع المسؤولين ديال القنوات العموميه. واش الجرح ديال القنوات العموميه باقي ما بقاش؟ ما كاينش جرح الحمد لله مع القنوات العموميه، بالعكس القنوات العموميه داروا فيها خير. انا يعني مني ما خدامش معاهم فداروا فيها خير، انني تقربت اكثر للجمهور المغربي وتقربت اكثر للصحافه المغربيه وعرفت القيمه ديالي عند الجمهور المغربي. وداك الشيء علاش قلت لكم قبيله ان الحضور ديالكم المتكاتف هو اللي تيبين على اساس انني الان الحمد لله محظوظ ومحبوب من طرف عدد ديال الناس، وهذا حب من الله عز وجل. وان الجمهور المغربي ما يمكنش لك تغشه. الجمهور المغربي ذكي وعارف شنو كيدير وعارف شنو تياخ وعارف اش كيتفرج وعارف شنو كيشوف. فهذا بالنسبه لي ان هذاك ان سعيد باش ما يبقاش مع القناه الوطنيه هذا بالعكس حفزني، والان تفتح باب اخر اللي هو مع قناه خاصه اللي هي شاده تي في، اللي الان دابا ولات كتاخذ واحد الباحه من سميتو مهمه جدا من السوق، واللي الناس يمكن لهم يتبعوها على قناه على ساتيليت نايل سات بحال اي قناه بحال دوزان بحال سميتو يعني الاولى يعني في نايل سات كتقلب وتتلقى شاده تي في ويمكن اللي تفرج في الفطور بحاله بحال اي قناه، وفيها برامج جميله جدا وفيها منشطين كبار تبارك الله منهم رشيد منهم عماد نتيفي منهم عماد قطبي، كاينين فنانه كبار تبارك رباب، يعني كاين فنانات تبارك الله اللي كبار في هذاك القناه وفيها برامج جميله جدا. الامور اللي تعرض لها سعيد نصير في القنوات العموميه كيفاش فنانين اخرى يتعرضوا لها، حين ان كنشوف دابا البوي كتجي الفنانه اللي مخوش كيبانوا في الشاشه وكتوظفوا معاك في سلسله البوي. هذا تضامن مع اخواني الفنانين، انا الفنانين اللي سبقوني ما تنبغيش نشوفهم انهم مقهورين او لانهم محتاج او لان الفنان المغربي ما تيقلبش غير على الفلوس، خاص تعرف هذه القضيه وهذه بالتجربه نقولها لك، الفنان المغربي تيقلب على التواصل مع الجمهور، تيبغي يكون دائما في تواصل دائم مع الجمهور، ما خصكش تطفي عليه الضوء، الا طفيتي عليه الضوء بحال تقتلو، اعطيه يبان ويعطيه ويكمل ويبين لك الامكانيات ديالو، لان ملي كتكون عنده شي حاجه باغي يعطيها وكتحرقه تيخصو يعطيها، كتكون عنده اغنيه جميله ولا بدع فيها تيبغي يقدمها للجمهور، فما تيبقاش يفكر غير في الجانب المادي، للاسف الشديد ان بعض المسؤولين تيستغلوا هذا الضعف اللي كيكون في الفنان، هو ضعف نبيل اللي تيكون في الفنان انه تيبغي جمهوره وتيبغي يتواصل معه وتيستغلوه باش انه يعطيه اللي بغاه ويتكرفصوا عليه كما بغاه، فهذا هو اللي خلى الفنان المغربي تيتقهر اكثر واكثر. السؤال الزميل، واش الفن من الانسان الفنان ملي كيكبر واش الفن غدار؟ لا ما كاينش فيها لا غدار لا والو. شوف هذه في العالم كله الفنان اولا ما خصوش يغبر، خصو يبقى دائما مع تواصل مع الجمهور ديالو، خصوصا ان الان دابا ولاو منابر سهله لان الانسان ولا يهز التليفون ديالو ويتواصل مع الجمهور ديالو ولو يقول لهم غير صباح الخير كل نهار. طبعا الخير ما يشوفوش كل شيء ولكن على الاقل غادي يشوفوه واحد 5000 10000 ديال الناس، ودوك 10000 غيبارطاجيو وغادي يمشي، وهذا هو الجميل في المغرب انهم كيبارطاجيو طول الطا، كتلقى مسكين مشارجي غير ثلاثه دراهم وكيبارطاجي وكيعاونو كيدير، هذا هو اللي زوين فيهم. يعني ملي كتقول لهم بارطاجيو هذا تتلقى كيمشي جوج دراهم خمسه دراهم ويشارجي هو ما عندوش وتيحاول يبارطاجي ويحاول يعاون ويحاول يوصل الخبر. فالفنان تيخصو يبقى دائما حاضر وخصو دائما يكون يبدع ويقلب على الامكانيات، يكون محلبه يعني الماء دائما تلقى الطريق ديالو، فما يخليش هاد المسؤولين ولا هاد الاداره ديال الويل اللي كاينه انها تاثر فيه او تقتل المعنويه ديالو او تحبطه، لا خصو يتشجع ويخدم ويناضل
والحمد لله غادي يوصل، وكيخصنا حنا حتى حنا نضامنوا مع بعضياتنا ونتعاونوا. تهضرتي على المبالغ الطائله اللي كتصرف في هذه المنتجات الرمضانيه، ومع انه ممكن ان نقول الربع ديالها او نص ديالها ونحققوا نديروا شي اعمال مزيانه. طبعا شوف، هو المشكله قلت لك انا راه تسيير البيدجي هو المشكل الكبير والاساسي. فراه كاين واحد مثلا تعطيه مليار ولا ما عرفش يسيرو يقدر يدير فايت لو لوندومون، كاين اللي كتعطيه 500 الف درهم وكيعرف كيفاش يسيرها. التلفزيون ما عندناش ناس اللي هما مختصين في الميدان ديال التسيير ديال التلفزيون. التلفزيون تيحتاج المسيرين يعرفوا ان هذيك الدرهم اللي كياخذوا ولا ديك 50 درهم ولا 40 درهم اللي كياخذوا من عند المواطن المغربي في الضو، هذيك بوحدها كافيه باش تخلق برامج جميله في التلفزيون بلا الدعم ديال الدوله. سوء تسيير، سوء تسيير، كاين سوء تسيير، لا كاين سوء تسيير، كاين سوء تسيير، سوء تسيير فيه كلشي. سوء تسيير بحد ذاته راه هو جريمه. اللي ما تيعرفش يسير يمشي يجلس في داره، يمشي يخدم في الحوايج ديالو. اما ملي كتخدم في واحد المكان العمومي فانا كتسير فلوس ديال الشعب. انا كنت خدام في البنكه، ملي واحد كيغلط غير في 100 درهم كيتحاسب عليها، كيتكتب به رابور وكيدير. هناك كيتغلطوا في الملاير، كاينه اعمال كتصور وكدار في البلاكارت واحد ما كيسول فيها. علاش؟ كاينه اعمال هي تشرات بزباله الفلوس وكتتخلط في التاريخ ديالنا، كتخلط وتجلخط في التاريخ ديالنا المغربي اللي هو تاريخ مهم وكبير واللي اهم تاريخ في الدول العربيه. لانك تعرفوا بان التاريخ المغربي راه هو اكبر تاريخ كاين في العالم العربي، واجمل واغنى تاريخ. شنو كنخدموا غير الاعمال التاريخيه ديالنا هاد 12 قرن ديال المملكه، لو كان نبحثوا فيها ونخدموا فيها راه غادي نغنيوا العالم العربي بالاعمال التاريخيه. ولكن شكون اللي غادي نوضي خدمه؟ شكون اللي غادي كنمشيو نديروا الاعمال التافهه اللي ما كيستافد منها لا الجمهور ولا الناس ولا وليداتنا ولا حتى واحد؟ عمل واحد تقدر ديرو، انا نهضرت عمل ديال عبدو عند الموحدين. الوليدات الصغار تبعوا التاريخ رغم انهم ما كانوش عارفين الموحدين، تصور انهم ما تيقراو عليهم ولكن شافوهم في الصور كيف كيتخيلوهم. يعني اشياء اللي هي بسيطه ممكن نوصلوا بها العمل. انا كنلاحظ بانكم كثرتوا عليا وخاصنا نمشي. كاين سؤال ولا لا؟ بارك الله يرجع عليكم. عينا والله لا عينا. لاحظت انت انه الفنانين حتى كيشرفوا انهم كيساري المسار ديالهم على واش كنكرموا، كاين انهم كنا نكرموا في عز النجوميه ديالهم. لا احنا دابا الحمد لله تنكرموا في عز النجوميه ديالهم. انا من بدات ليله نجوم الشاشه وحنا تنكرموهم في عز، سميناهم نجوم الشاشه تنكرموا. غير هذا العام خلطنا خدينا القدام واللي باقي النجوم، لان ملي كنهضروا على عبد الله العصامي راه يلاه صوب اغنيه تبارك الله قداش ناهيه فيها 100 موسيقي، عرفتي شناهي؟ راه نجم هذا. راه المشكله بعض الخطرات الاذواق اللي ما كتبقاتش، لان فسدوا الاذواق فما بقيناش كنقلبوا على الجميل. انا مثلا ملي كنتكلموا على 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 محمود الادريسي مثلا، رغم انه مات اعماله باقى ناجحه وباقى غاده، لانه هو خطفاتو لينا الموت بكوفيد، لانه كان مازال تيعطي ومازال خدام ومازال عاطي ملي كنهضروا على عزيز بودربله في الرياضه وغادي يجي يعطي التروفي ديالو، فانا كنتم برائد ولكن اللي باقي خدام. راه هو الان كيتريني بفراق وعنده اكتيف وخدام وكيتحرك، فما ما كنهتموش غير كنهتموا بالرواد وبالشباب. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.